حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية بعد أهم العناوين. ونبدأ من موقع الهيئات. اعتصام مفتوح في محافظة ميسان احتجاجا على شحة المياه وترديها. نقرأ في وكالة يقينة: العراق يودع التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. نطالع في موقع عربي 21: مباحثات بناءة بإسطنبول وكييف تقترح وضع الحياد. وفي العربي الجديد: التحالف بقيادة السعودية يعلن إيقاف العمليات العسكرية في اليمن. عنونت نيويوركر: بدعوته إلى التخلص من بوتين، بايدن أصبح جزءا لا يتجزأ من حربه في أوكرانيا. أما في الغارديان: بايدن بات تهمة للدبلوماسية وحل أزمة أوكرانيا يكمن في دونباس. في القدس العربي نقرأ: المجلس العربي ينتقد لقاءات النقب بين 4 دول عربية وإسرائيل وواشنطن. هل العراق اليوم بحاجة إلى رئيس؟ هنا يتساءل الكاتب مثنى عبد الله في مقاله بصحيفة القدس العربي: ما الزعامة السياسية وما مواصفاتها ومقاساتها وتأثيراتها، وما الذي يعنيه منصب الرئيس في بلد عمره آلاف السنين؟ هذه الأسئلة وغيرها تستنزف عقول العراقيين كلما حان وقت اختيار الرئيس، إذ يستطيل الموعد ويتمدد من أيام إلى أسابيع ثم شهور. اجتماعات تعقد وتنفض من دون حل، اتصالات داخلية بين الفرقاء أملا في أن يرسو المزاد على أحدهم، استحقاقات دستورية تنتهي ثم تمدد، اتصالات خارجية مع الحاضنين الدوليين والإقليميين كي يوافقوا، ثم بعد جهد جهيد ينصب رئيس من دون طعم ولا رائحة ولكنه بلون، فالمنصب يجب أن يكون بلون كردي. هل الدستور يقر بذلك؟ وهنا يجيب الكاتب: كلا. إذن على ما الرئيس يجب أن يكون كرديا؟ لا أحد يعرف. تبرز وبوضوح إشكالية الانفصام بين حقيقة ممارسة السلطة الموجودة في كل مكان خارج الدولة والشكل الخارجي للدولة، وقد أدت حالة الانفصام هذه إلى إضعاف الجميع، لأن جهاز الدولة قائم لكن السلطة ليس فيه، بل موزعة على آخرين في الداخل والخارج، وبذلك يصبح الرئيس مندوبا عن الأكراد، ورئيس الوزراء مندوبا عن الشيعة، ورئيس البرلمان مندوبا عن السنة، ولا أحد من بين هؤلاء من هو مندوب عن العراق وشعبه. لقد حرص كل الذين تولوا منصب الرئاسة على ممارسة الكذب على شعبهم بالحديث عن السيادة والاستقلال والابتعاد عن المحاور، وهللوا لخريطة العراق الموحد وشعبه الواحد، لكن أي منهم لم يستطع الاستثمار في الأصول المادية والمعنوية للمنصب كي يخدم بها الناس والوطن. هم فقط حرصوا على زيادة رغبتهم في تجاهل الحقائق المأساوية التي يمر بها الناس، فجعلوا من السنوات التي يمضونها في المنصب مجرد فرصة لتنمية شخصيات محبوبة يلصقونها على ذواتهم كي يبدو مناسبين لفترة رئاسية ثانية وثالثة وربما رابعة، لكن حقيقة الأمر هي أنهم كانوا يعيشون بعيدا عن الناس في عوالم خاصة بهم، كما لم تعد الوطنية رأس مال يغذي العمل السياسي للرئيس، لأنه في العراق ليس مطلوبا منه تقديم برامج رؤيوية حقيقية للمجتمع. عندما يكون الرئيس، وجود الرئيس وطبعه وعمله وشخصيته وتاريخه، عندما يكون كل ذلك مرتبطا ومسخرا للعيش في نفق الهويات الفرعية، أليس هذا دليلا على أن العراق عاد إلى ما قبل قيام الدولة الوطنية بفعل جهود الرئيس ورفاقه؟
الكاتب إياد الدليمي ذكر في مقال نشرته الصحيفة العربية الجديد أن الدستور العراقي كتبه أشخاص يريدون أن يؤسسوا لإدامة الصراع وزيادة تعقيدات المعقد. في جلسة السبت الماضي على سبيل المثال والمقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، فشلت الكتلة الأكبر في تمرير مرشحها لرئاسة الجمهورية ريبير أحمد، لأن القوى السياسية المعارضة لدعوة زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر نجحت في دفع الثلث من أعضاء المجلس إلى عدم حضور الجلسة لتؤجل إلى يوم الأربعاء. ليس هذا فحسب، بل لم يبين هذا الدستور الذي حدد 30 يوما لاختيار رئيس الجمهورية منذ أول جلسة للبرلمان عقب الانتخابات المخارج الدستورية في حال فشلت القوى السياسية في تحقيق النصاب والمقرر بثلثي أعضاء المجلس لاختيار الرئيس، وما هي الآجال الممكنة لمثل هذا الفشل لتترك كل شيء رهينا بالتوافق. وأنت تقرأ مثل هذه الفقرات تتأكد أن الدستور كتبه أشخاص يريدون أن يؤسسوا لإدامة الصراع وزيادة تعقيدات المعقد، على خلاف أي دستور في العالم يفترض به أن يسهم في تفكيك العقد وتوضيح الملابسات التي قد تعتري العملية السياسية والديمقراطية في البلد. الأكثر من ذلك، الدستور الذي كتبته مجموعة من الساسة جاءت محملة بروح الانتقام وعقد الماضي لم تلتزم به، بل جعلته بمثابة خيمة لصفقاتها وتفاهماتها. فمتى ما جاءت الصفقات متوافقة مع الدستور هللت تلك القوى لهذا الدستور، ومتى ما جاء الدستور على خلاف ما تريد أو تشتهي ركنته جانباً. يكاد التعارض بين الدستوري والسياسي في العراق يكون مكملا بعضه بعضا، فبين دستور يعاني بسبب ثغرات وهفوات، وبين قوى سياسية ترى في هذا الدستور حاجتها متى ما احتاجت إليه وركنته جانبا، متى ما تعارض مع طموحها ومصالحها تكتمل هنا سريالية المشهد العراقي. الكاتب رعد أطياف يرى أن معظم المآسي التي تورثناها بعد عام 2003 نابعة من هذا الفرض القسري لديمقراطية على نخب سياسية لم تفكر فيها على الإطلاق ولم تفرد لها مكانا خاصا في معجمها السياسي، وبينها وبين الديمقراطية كراهية وعداء شديدان. لا يمكن وصف المأساة السياسية في العراق بكلمات عادية. ستدخل العملية السياسية عامها 20 وليس ثمة بوادر تلوح في الأفق حول عبور نظام المحاصصة الطائفية، لكن المعضلة الأكبر في هذا النظام السياسي المضطرب لا تنحصر في مهزلة المحاصصة فحسب، بل تحتل الديمقراطية الموضوع الأكبر من بين المواضيع المؤرقة للنخب السياسية العراقية الحاكمة. ويمكن وصف الديمقراطية من هذه الناحية بالنسبة لهذه النخب بأنها محض معاناة، وأفضل حل بالنسبة لهؤلاء السماسرة أن تتحول الديمقراطية إلى مزاد علني والوزارات إلى دكاكين للاسترزاق، وكل هذا يجري باسم الديمقراطية الطائفية. أصبح مفهوم الكتلة الأكبر هو الخنجر الطائفي المغروس في خصر الدولة، ويستحضر هذا المفهوم عند السياسيين كمقاومة رمزية لمحاربة الديمقراطية، معاناتنا السياسية كمواطنين تنبع من نظام المحاصصة الكريه، ونحن نرى كيف تنهب ثروات البلد ويتقاسمها أنصاف الأميين، ومعاناة النخب السياسية الحاكمة تنبع من هذه الديمقراطية التي أصبحت بمنزلة الصداع المزمن الذي صدع رؤوس هؤلاء. لكن لو جمعنا معاناتنا كمواطنين ومعاناة هؤلاء سيتمخض الحال عن مأساة كبرى اسمها الديمقراطية في العراق.
وأضاف الكاتب: لولا العصا الأمريكية الغليظة والإلزام القسري بمقررات الديمقراطية لتفجرت حمم الطغيان في أعماق التنظيمات الحاكمة، لأننا ذكرنا أكثر من مرة واستنادا إلى الوقائع أن عموم النخب السياسية لم تضع في حساباتها فكرة الديمقراطية، ولم يكن من أولوياتها فسح المجال للحريات، ولا يوجد في أجندتها تعريف واضح لمفهوم الدولة. عن قمة النقب كتب ساري عرابي مقالا نشره موقع عربي 21، جاء فيه: قررت إسرائيل بناء 5 مستوطنات جديدة في النقب، حينما كانت تجتمع مع وزراء خارجية 4 دول عربية برعاية أمريكية في النقب أيضا، في المكان الذي لم يزل أهله يعانون التشريد المستمر على نحو يذكر بالنكبة الأصلية التي كانت في ذاتها عنوان قيام إسرائيل. قمة النقب التي جمعت إسرائيل بوزراء خارجية الإمارات والبحرين ومصر والمغرب تماماً من المحيط إلى الخليج برعاية أمريكية، بالتزامن مع عملية النفي والمحو في النقب النكبة المستمرة برعاية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في ظل مفاعل ديمونة وإلى جانب قبر بن غوريون وبنشوة الحاضرين العرب، في رمزيتها الكبرى هي إعادة صياغة للنكبة الفلسطينية وللهزيمة العربية، فإسرائيل التي هزمت الجيوش العربية 2 أولاهما عام 1948، والتي كثيرا ما تحدثت عن تاريخها المتوهم من النيل إلى الفرات، يجري تكريسها اليوم برعاية القوة العظمى غير المسبوقة في عظمتها في التاريخ البشري، سيدة على النظام الإقليمي العربي، لا من النيل إلى الفرات فحسب، بل من المحيط إلى الخليج. ولكن هذه المرة بلا معارك ممسرحة، فعملية الترويض والتأهيل أخذت مداها عقودا طويلة للوصول إلى لحظة إعلان التبعية للكيان الإسرائيلي بلا خجل وبالدافع العربي الذاتي. وأضاف الكاتب: يمكن هنا قول كثير عن تحالف في مواجهة إيران نووية محتملة، وعن توازن مع قوى إقليمية أخرى، وعن الاحتماء بالثابت الإسرائيلي في السياسات الغربية، وعن النفوذ إلى العالم عبر البوابة الإسرائيلية، وعن المبادرة لإعادة صياغة المنطقة بالتعاون مع الحليف الاستراتيجي القوي في مرحلة سيولة وتحول، لكن ذلك كله لا يخفي ضعة وهشاشة عربية. الأهم أن هذه الهشاشة تحتمي بالمصطنع والغريب منبت الجذور، وهذا بدوره مفعم بالرمزيات المعاكسة لإرادة المجتمعين في قمة النقب. هذه انتقل مشاهدينا إلى صحيفة إزفستيا الروسية، التي أكدت أن الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تؤكد الارتباط المباشر لوزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون بالتطورات البيولوجية في أوكرانيا ومختبرات هذا السلاح في هذا البلد. نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف قوله: إن هذا العمل تضمن أخذ عينات من العامل الممرض في مدافن الماشية القديمة من أجل الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة. الوزارة قالت إن العميل الذي أنشئت الدراسة من أجله هو إدارة الحد من التهديدات بوزارة الدفاع الأمريكية، والمنفذون هم المحطة المركزية للصحة والوبائيات في كييف ومعهد أبحاث ليفيف لعلم الأوبئة والصحة، وذلك من خلال مركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني، مضيفة أن تمويل هذه الدراسات والأبحاث مباشرة من الجيش الأمريكي يشير إلى إمكانية استخدام نتائجها لأغراض عسكرية، حيث أشار عالم الفيروسات بيوتر تشوكاموف إلى أن العمل يتم عادة لأهداف التطوير العسكري. وقالت إن مشروع دراسة الجمرة الخبيثة لم يكن إلا قمة جبل الجليد
فقد نشرت وزارة الدفاع الروسية بطاقة تسجيل مشروع يسمى برنامج المشاركة البيولوجية المشترك، حيث تشير الجهة المانحة مرة أخرى إلى مكتب الحد من التهديدات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، وتقدر التكلفة بنحو 31 مليون و800 ألف دولار بالاشتراك مع مراكز البحوث والمختبرات الأوكرانية بمجموع 31 مختبراً، وتنص الوثيقة على أن البرنامج يتم تنفيذه على أساس اتفاق بين وزارة الصحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأمريكية بشأن التعاون في مجال منع انتشار تقنيات مسببات الأمراض. وأفادت الصحيفة بأن هذه الوثائق الموقعة من كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين تشير إلى العملاء والمستفيدين والمبالغ التي أنفقت وأهداف البرنامج الخبيث، إذ اكتشفت الصحيفة نوع البحث الذي أجرته وزارة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا وفي كييف. شارك في هذا البحث هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي. ونبقى مشاهدين الكرام مع صحيفة إزفستيا الروسية التي ذكرت أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اكتشاف وثائق جديدة تؤكد التمويل الأمريكي للتنمية الحيوية في أوكرانيا على وجه الخصوص، إذ نشرت الوثائق التي تتحدث عن البحث عن مسببات الأمراض الجديدة للجمرة الخبيثة. من بين الشركات المنفذة لبرنامج البنتاغون ميتابيوتا وبلاك فيتشر، وهما الشركتان اللتان كانتا المورد الرئيس للمعدات لمراكز البنتاغون الحيوية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مختبر أغور سيء السمعة في جورجيا، والذي انتهت فيه تجارب كيميائية على البشر بوقوع العديد من الضحايا، وكذلك في سيراليون بتفشي فيروس إيبولا. وقد ثبت وجود علاقة مالية وثيقة بين هذه الشركات ومؤسسة روزمانت سينيكا التابعة لهانتر بايدن. واستطردت الصحيفة قائلة إنه في أوائل آذار مارس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال عملية عسكرية خاصة تم اكتشاف وثائق بتاريخ 6 آذار مارس عام 2005 تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية في أوكرانيا، حيث أشار الجنرال أغور كيريلوف إلى أن الوثائق التي تم اكتشافها تشهد على إنشاء مكنونات أسلحة بيولوجية في البلاد بدعم مباشر من الولايات المتحدة، والتي بلغ إجمالي التمويل الأمريكي فيها 32 مليون دولار، مبيناً أن الاتفاق بشأن الأنشطة البيولوجية كان بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الصحة الأوكرانية، لكن المتلقي الحقيقي للتمويلات كانت مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية الموجودة في كييف وأوديسا وليفوف وخاركوف. هذا وأوضحت الصحيفة الروسية أن هذه الدراسات خطيرة لأنها يمكن أن تتسبب في تفشي الأمراض صناعياً، مؤكدة أن الجمرة الخبيثة في الماشية والنوع الجديد من فيروس كورونا في البشر أمثلة لم تأتي صدفة. من الأخبار المنوعة التي اخترناها في صدى الأقلام، يشتهر الأردنيون كغيرهم من بقية سكان دول العالم بأطباق خاصة اقترنت بهم، ولكن مع تطور الحياة ومرور الأيام والأعوام بات حضور كثير منها أمرا نادرا على موائدهم، مع أنها مرتبطة ومتلازمة مع تاريخ بلادهم وتراثها. ونشر الصحيفة القدس العربي هنا تقريرا عن الأردنية ربا الزعبي التي لم تكن تعلم أن شغفها باستحضار أطباق الأردن القديمة سيجعل منها عنوانا بارزا للباحثين عن وصفاتها، وخاصة أنها اكتسبت مواهب متخصصة في فنون الطهي، وذلك بالتحاقها بدورات تدريبية على أيدي أمهر الطهاة المحليين والعالميين، لتقرر بعد ذلك إنشاء أكاديمية خاصة للتعليم والتدريب في هذا المجال.
وبإيمانها المطلق أن الخالق هو من يدبر أمر المخلوق لم يذهب تعلم ربا لفنون الطهي أدراج الرياح، فقد كان ذلك طريقا لها لتأمين فرصة عمل يحقق لها دخلا تستطيع من خلاله الإنفاق على أبنائها وتحقيق الرفاه المعيشي لهم. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام في صدى الأقلام، في رعاية الله وحفظه.